اهلا بيكم في حلقه جديده من ريمونتادا. البدايه مع الزمالك، اعلن اداره المجلس النهارده برئاسه الكابتن حسين لبيب في بيان رسمي عن نتائج اجتماعه العاجل النهارده. كشف النادي في بيانه الرسمي توجيه الشكر للكولومبي خوان كارلوس اسوريو المدير الفني للفريق ومساعده مدحت عبد الهادي وتعيين معتمد جمال كمدرب عام. وقرر الزمالك في بيانه الرسمي ايقاف الثلاثي احمد تتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري وعرضهم للبيع بعد خروجهم من معسكر الفريق قبل مواجهه زد الاخيره في الدوري. النهارده الفريق رجع للتدريبات على ملعب عبد اللطيف ابو رجيله بعد ما كان الفريق بيتدرب على ملعب النادي الترسانه خلال الفتره الاخيره عشان يستعد لمواجهه بيراميدز يوم الاربعاء اللي جاي في كاس مصر. وأدى محمود حمدي الونش مدافع الفريق تدريبات بدنية خاصة قبل بداية التمرين تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال، وخاض الثنائي محمد عبد الشافي وأحمد زكي تدريبات تأهيلية عشان يتخلصوا من الإصابات العضلية اللي تعرض ليها الثنائي خلال الفترة الأخيرة. وفي نفس الوقت أدى الرباعي مصطفى شلبي وسيف الجزيري ومحمد عبد الغني وعمر جابر تدريبات تأهيلية وعلاجية في الجيم بسبب الإصابات المختلفة اللي بيعاني منها الرباعي، وبيسعى الجهاز الطبي لتجهيزهم عشان يرجعوا للمشاركة في الماتشات خلال الفترة اللي جاية. ومن الزمالك للأهلي، النهاردة أعلن خالد بيبو مدير الكورة في النادي توقيع غرامة مالية على صانع ألعاب الفريق محمد مجدي أفشة بسبب اللي بدر منه بعد استبداله امبارح أمام المقاولين. أفشة خرج وهو غضبان بعد تبديله في الدقيقة 63 لصالح زميله أليو ديانج. وخاض الفريق تمرينه النهاردة وشارك عمرو السولية لاعب الفريق في التدريبات الجماعية النهاردة على ملعب التتش، وقال الطبيب الفريق أحمد جبلة أن السولية بدأ اليوم المشاركة في أجزاء من التدريبات الجماعية بعد تعافيه من إصابته العضلية الخلفية اللي أبعدته عن التواجد مع الفريق خلال الفترة اللي فاتت. وشارك السولية في تمرين النهاردة بعد ما انتهى من البرنامج العلاجي والتأهيلي. ونروح للدوري الممتاز، النهارده كان فيه 3 ماتشات في ختام الجوله السادسه من عمر بطوله المسابقه. البدايه مع مواجهه الاسماعيلي وطلائع الجيش، والدراويش بيتعرض للخساره بنتيجه 3-2 على استاد الاسماعيليه. باسم مرسي تقدم لاصحاب الارض في الدقيقه 40، ولكن شيكا عدل النتيجه بسرعه قبل نهايه الشوط الاول في الدقيقه 45 عشان ينتهي النص الاول من الماتش بالتعادل الايجابي 1-1. وفي الشوط الثاني تقدم طلائع المرة الأولى في الماتش عن طريق عبد الرحمن أسامة في الدقيقة 52 قبل ما يسجل إسماعيلي التعادل عن طريق عماد حمدي في الدقيقة 75. وفي اللحظات الأخيرة من عمر الماتش نجح طلائع الجيش في خطف 3 نقط بهدف عن طريق محمد هاني إبراهيم لاعب الفريق في الدقيقة 6 من وقت بدل الضايع عشان تنتهي المواجهة بفوز الضيوف. الماتش الثاني واللي اتلعب في نفس التوقيت الماتش اللي فات جمع بين مودرن فيوتشر وامبي على استاد القاهره الدولي، وانتهى فوز الفريق البترولي بنتيجه 1-0. هدف الماتش الوحيد سجله التونسي رفيق كابو قبل نهايه الشوط الاول في الدقيقه 43 عشان تستمر المواجهه بنفس النتيجه وينتهي اللقاء بفوز امبي على مودرن فيوتشر بهدف دون رد. الماتش الثالث والاخير جمع بين المصري والبنك الاهلي، وبينجح فريق البنك اخيرا في تحقيق فوزه الاول في الموسم ده بانتصار كبير على اصحاب الارض بنتيجه 4-0 في الماتش اللي اتلعب على استاد برج العرب. عريس ماتش النهارده اسامه فيصل لاعب البنك الاهلي واللي سجل هاتريك بدا الماتش من بدري بهدف مبكر بعد 47 ثانيه بس من بدايه الماتش، وسجل الهدف الثاني في الدقيقه 15 ونجح البنك في تسجيل الهدف الثالث عن طريق كريم بامبو في الدقيقه 54 قبل ما يختتم اسامه فيصل الرباعيه والهاتريك في الدقيقه 62 وتنتهي المواجهه باول فوز للبنك الاهلي في المباراه الاولى لطارق مصطفى المدير الفني الجديد. انتهت الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري، ورغم مرور 6 أسابيع بس من المسابقة بس شفنا نتائج كثيرة مفاجأة ومميزة خصوصا من الأندية الثلاثة الصاعدة في الموسم ده، وأكيد هنستنى استمرار المتعة اللي بنشوفها في الدوري المصري خلال الجولات اللي جاية. نروح نشوف آراء الجماهير في مين الفريق اللي لفت نظرهم لغاية دلوقتي في الدوري ونرجع لكم مرة تانية. بلدية المحلة فرقة كويسة ولعيبة فيها مش معروفة، ومعاها مدرب شاب أحمد عبد الرؤوف
شاب كويس ولعيبه بتدي اللي عندها، وفي مستقبل ان شاء الله مستقبل كويس وبتاع. هو بصراحه في فرق يعني مثلا زي فرقه زد، فرقه فيها شباب وفيها عناصر كويسه جدا، والدوري المصري عموما محتاج لعيبه تكون جديده طالعه بحيث انها تقدر يعني المنتخب يبقى عنده قاعده يقدر يستفاد منها وكده. يعني هو حاليا عامه زد هايل قوي، كان مقدم اخر شوطين ماتشين ليهم كان هايل. في برضو فريق سيراميكا كليوباترا كان عامل حاليا يعني متصدر برضو، واخد صداره في الدوري وعامل ماتشات كويسه جدا. فريق زد فريق كويس وكله شباب وكل عناصر فيه منها من الاهلي ومن فرق تانية. يعني فريق زد عنده مدرب كويس واداره كويسه وجايب لعيبه محترفه على مستوى عالي. يعني اولا انا شايف بلديه المحله، عشان اولا المدرب بتاعه صغير وباذن الله مدرب واعد، باذن الله زملكاوي واعد احمد كابتن احمد عبد الرؤوف، زائد ان مفيش امكانيات، زائد انه بقاله كتير قوي ما صعدش ولسه صاعد وعامل كره جميله. ونروح للدوري الافريقي. النهارده استضاف الوداد المغربي فريق سان داونز الجنوب افريقي، واللي انتهت بفوز اصحاب الارض بنتيجه 2-1 في ذهاب نهائي البطوله على ملعب مركب محمد الخامس. الوداد افتتح التسجيل عن طريق قاضي بهدف عن طريق الخطا في مرماه في الدقيقه 41، وفي الدقيقه 73 قدر سان داونز يسجل هدف التعادل عن طريق المغربي بو طويل من ضربه جزاء نفذها بنجاح. بس رجع بسرعه الوداد التقدم مره ثانيه عن طريق تسديدة قوية للاعب أنس سرهات في الدقيقة 78، وينتظر الفريقين مواجهة الإياب في جنوب أفريقيا عشان حسم لقب البطولة. وبكده تكون خلصت أخبارنا النهاردة، ولسه مكملين حلقتنا بعد الفاصل مع كابتن ميدو.